ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذي قام قال ابن الحسن البصري: أرواح وأجساد خلقها الله ثم يجزينا عليها الجنة إذا نحن بذلناها في أجله. فهذا الشهيد باع نفسه لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا رب في زعمنا حتى لا يظن بي ظان وحتى لو شكك أحد في كلامي فزعمنا بل يقيننا كما علمتنا وعلمنا رسولك أنه الآن في الجنة ولا يحتاج منا إلى دعاء. لكن نتوسل إليك يا رب، نتوسل إليك بحق من اخترته لك شهيدا، بحق كل قطرة دم نزلت مني أن تجعله في الفردوس الأعلى. اللهم اجعله في الفردوس الأعلى. اللهم اجعله في الفردوس الأعلى. اللهم اسكنه الفردوس الأعلى. اللهم اسكنه وصاحبه الذي لحقه شهيدا. اللهم احفظ دماء المسلمين. اللهم احفظ دماء المصريين. اللهم يا رب يا منتقم يا جبار، نسألك أن تنتقم من أعداء ديننا، وأن تنتقم من أعداء وطننا، وأن تنتقم من أراد بنا وبلادنا سوء. اللهم من أراد بنا وبلادنا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بنا وببلادنا سوءا فاجعل سيف انتقامك في نحره يا جبار. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر لفقيدنا هذا وارحمه. اللهم اخلفه في ذريته. اللهم انه ترك صغارا لك يا رب، واجعلهم في حفظك، واجعلهم في امانك، واجعلهم في ضمانك، واعطهم عنه خيرا مما فقدوه يا رب العالمين. افرج على اهله وزويه وزوجه واولاده واحبابه ومصر كلها صبرا وسلوانا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.